مرحب حبايبي، كيف كون اليوم بدنا نعمل مع بعض طريقة تحضير مخلل الخيار، كبيس الخيار. طريقة ناجحة 100% مع التعقيم، وكتير طريقة مرتبة بحافظ الخيار. كمان كيف بدنا نعمل الخيار يحافظ على القرش يلي فيه بهيدا الشكل، خيار كتير مرتب، شايفين؟ محافظ الخيار على القرش يلي فيه وعلى شكله، كتير روعة. كتير طيب. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي غلينا مي، عنا المي مغلية، بحطها بالجات وبحطها على جنب على المجلة لتبرد لكفي طريقة الكبيس أنا وياكم. هذه المي المغلية بتعقم الكبيس، بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة. بس بردت عنا المي، موجود عندي خيار، بدنا نشيل العرق. نشيل العرق اللي من تحت، من هون كمان، من قص الخيار. انتو حسب ما بتحبوا بتقصوا الخيار، انا رح قص بهيدا الحجم الخيارات. نفس الشي بشيل العرق، بحط بالمرتبان كوب خل، ثلاث اكواب مي مغلية، ثلاث معالق طعام ملح خشن، ملعقة، اثنين، ثلاثة. بخلطهم منيح مع بعض. هلا بحط الخيار. نحط الخيار، بنضغط عليهم عشان ينكبس عنا منيح الكبيس. هلا اخر شي على الوجه، شو بعمل؟ بقطع الخيار قطع صغيرة لعبي المرتبان منيح. عبينا المرتبان بهيدي الطريقة. هلا شو بعمل؟ بزيد فوقهم مي. حطيت تقريبا حوالي 3 ارباع الكوب مي، بحط ملعقة ملح وحوالي ربع كوب خل، ملعقة طعام سكر. السكر بنحطه عشان الكبيس بحافظ على القرش اللي فيه. بنحط نايلو على وجه المرتبان عشان ينضغط منيح الغطاء. سكر الغطا كتير منيح. بعمل المرتبان بهيدي الطريقة عشان ينخلط السكر مع الكبيس. حط المرتبان بصحن ومنحطهم على المجلة. حطينا المرتبان بالصحن عشان إذا نزل مي من الكبيس ما يطلوا عنا
المعجنة، وممكن تحطوهم بقلب خزانة بالمطبخ، ما في أي مشكلة. هذا الكبيس اللي كبسناه أنا وياكم بياخد عنا تقريبا 3 أسابيع ليستوي عنا الخيار. بنرجع بعد 3 أسابيع بنتلاقى. باي باي. مرحب حبايبي، كيفكن اليوم؟ بدي اشوف الكبيس انا وياكم بعد 3 أسابيع كيف صار عنا. بسم الله. هيدا شكل الكبيس النهائي عنا. بس نشيل الكبيس منشيله بالملقط او بالشوكي. هيدا سامعين بقى الكبيس محافظ على قرشته. هيدي قطعة صغيرة وهيدي قطعة أكبر، شايفين؟ هيدا شكل الكبيس. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو. المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.